أنا صراحة صوت لشخص من فئتي واللي هو مهاوش، بس عشان إذا فاز أزله إلا لصير حامل. صح، بعتقد إن إحنا جاهزين، بس لك أهلا وسهلا فيك. أسامة حيخطب؟ ما هو أعلن إنه حيخطب. يا أهلا يا أهلا. الله تسلم تسلم تسلم. شوف، نحن اليوم أول يوم، ما صلنا تقريبا كم ساعة واصلين، بس أنا جاي قبل على قطر، أجواء بتجنن، بحس حالي في بلدي، لأن يعني نفس أجواء دبي. صح ولا لا؟ صح، كتير نفس أجواء دبي. حتى صار أول مرة يعني اليوم توصل، أول مرة تيجي على قطر حست نفس الشيء. ف اليوم هلا حاليا بالمكان اللي احنا فيه حاسه هيك اجواء كثير عربيه، وهيك لابسين عبايات وكندوره. صح، اي لاف ات، يس، Arabian نايت. انا صراحه صوتت لشخص من فئتي واللي هو مهاوش، بس عشان اذا فاز ازله. انا طبعا صوت لغيث، صوتت لتيم وصوت لجنى، هن نفس الفئه، بس بالتوفيق للاثنين. اوف، دائما بيجيني هذا السؤال، بحس ما راح احس اني انا جاهزه الا ليصير الشيء. صح، الا ليصير حامل. صح، بعتقد انه احنا جاهزين، بس عم نتلا لسه بكير حاس. لك اهلا وسهلا فيك. سامح حيخطب؟ ما هو اعلن انه حيخطب. لا انا ما بعرف، حكى انه عم يخطب. حيخطب؟ ما حدا قالنا. ما بعرف وين عايش انت حبيبي؟ ما بعرف، ما قال لي. المهم قريبا بنشوفك بالقفص الذهبي يا اسامه. مين اسامه؟ ما حيخطب، ما قال لحدا. حكى؟ ما قال، عم بيمزح. كلمه اخيره لشخص حابب ينجح. استمر وما تسمع لحدا، وخليك عم بتفكر باللي انت حابب تعمله. صحيح، نفس الكلام، استمر ولا تخلي حدا يوقفك، واعمل اللي انت عم بتحبه، اللي بتحبه انت، وما دام انت بتحبه ان شاء الله بتنجح فيه، وان شاء الله بيكون احسن شيء بتعمله بحياتك. Good luck. Good luck.